السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية. النهاردة إن شاء الله عز وجل عندنا درس مهم جدا اللي هو Direct and Indirect Speech، يعني الكلام المباشر والكلام غير المباشر. وأنا عايزك فعلا تكون مركز معايا النهاردة، وإن شاء الله هنسيب لك الورقة بتاع الشرح في صندوق الوصف. عايزك تذاكر كويس وتعمل النوتس كويس قبل ما تروح لأي ملخص تحل فيه. بص كده، إيه هو الكلام المباشر؟ الكلام المباشر هو الكلام الذي يقال على لسان صاحبه ويوضع بين الأقواس. يبقى إذن يا حبيبي أنا لو لقيت أقواس يبقى ده كلام مباشر. بص كده حضرتك أهو، علي 600 يعني علي قال لي، بص كده أهو I have a car، شايف كده حضرتك؟ ده إيه؟ ده اسمه كلام مباشر. طب إيه هو الكلام غير المباشر؟ الكلام غير المباشر هو الكلام الذي يقال على لسان حد تاني، هو الكلام الذي يقال على لسان شخص آخر. بص، هو الكلام المنقول إلى شخص آخر. علي told me that he had a car، يعني علي أخبرني أنه يمتلك إيه؟ أنه يمتلك سيارة. بص كده أجزاء الكلام المباشر إيه؟ بيبقى عندنا المتكلم وفعل القول والمخاطب، والمخاطب ده ممكن يكون موجود أو مش موجود. والكلام المباشر زي ما قلت لك بين ها القوسين، بين الإيه؟ بين علامات التنصيص. بص كده، رودينا ست جمال، رودينا قالت لجمال، قالت له إيه؟ I have done، بص حضرتك I have done my homework. خلي بالك حضرتك، طب أجزاء الكلام بقى بعد التحويل للكلام غير المباشر، بص كده برضه متكلم ومخاطب، خلي بال حضرتك، وفعل قول وبعدين مخاطب وبعدين ست، ده الكلام ده لما يبقى جمله خبريه، وبعدين الكلام بقى بعد التعديل. تمام، يعني مثلا احنا هنقول رودينا طولد جمال ذات شي هاف دون هير هوم ورك. واحد يقول لي يا مستر خلي بالك انا مش فاهم ايه اللي انت بتعمله. انا كل اللي عايزك تفهمه هنا ان في حاجه اسمها كلام مباشر اللي تلاقيه بين علامات التنصيص، وان في كلام غير مباشر من غير الاقواس. هو ده اللي انا عايزك تفهمه بدايه. تعال بقى بعد كده نظبط لك كل حاجه واحده واحده. قبل ما نخش لك في التفاصيل لازم تعرف ان احنا عندنا في الانجليزي جمله خبريه وجمله امريه وجمله الاستفهاميه مبدئيا، وان الخبريه لها طريقه في التحويل تختلف عن الامريه تختلف عن الاستفهاميه. الجملة الخبرية اللي هي ايه؟ الجملة الخبرية هي التي تبدأ بفاعل. هي التي تبدأ بايه يا حبايبي؟ تبدأ بفاعل، والفعل ده بيبقى ايه؟ اسم او ضمير ثم فعل وتخبر عن معلومة. تاني، الجملة الخبرية هي التي تبدأ بفاعل ثم، والفعل ده بيبقى اسم او ضمير ثم فعل وتخبر عن ايه؟ وتخبر عن معلومة. بص يا جماعة، علي 600 افتح كده الاقواس اهو، I will travel tomorrow، I فاعل، will travel فاعل، خلي بال حضرتك، قال لي علي انه سيسافر غدا. طيب يا جماعه انا عايز تعلمني يا مستر الله يكرمك ازاي نحول الجمله دهيت من مباشر اللي فيه اقواس ده الى غير مباشر. تعال بقى معايا واحده واحده. اول حاجه هنبدا معاها حضرتك فعل القول. فعل القول اللي هو مين؟ بص اللي هو ستو ده، اهو كده اهو ستو ده، هنعمل ايه يا مستر فيه؟ خليك معايا يا ريس. بص كده، فعل القول لو عندك ساي بتستنى ساي زي ما هي، ولو عندك سد بتستنى سد زي ما هي. طب لو عندك say to هتخليها تل، وست تو هتبقى told، يبقى say اللي ناشفه ما فيهاش تو بتستنى say زي ما هي، وسد اللي ناشفه ما فيهاش تو بتستنى سد زي ما هي، لكن say to بتحول الى تل، وست تو بتحول الى told، وتبقى عارف ان تل وtold بيجي بعديهم مفعول به. يعني ايه يا مستر برضه مفعول به؟ يعني اللي اتقال له الكلام، حد انقال له وحد قال وحد انقال له، فاللي انقال له ده هو المفعول به. يبقى عندنا اهو بص سي سي سيد سيد سي تو بتبقى تل، وسيد تو بتبقى تول. لكن واحد يقول لي يا مستر يعني نفهم من كلامك ان ما فيش في الانجليزي افعال قول الا سي وسد وتل وتول؟ نقول لك لا، نقول لك سي وسد في بدائل لهم، كلمات زيهم بالظبط ما بيجيش بعدها مفعول به. احفظهم معايا الله يكرمك كويس قوي. بص سيادتك، اعترف شوت ادميتد، اعترف admitted، صاح shouted، صاح shouted، شرح explained، شرح explained، صاح cried، صاح cried، أبدى ملاحظة remarked، remarked، اشتكى complained، اشتكى complained، أبلغ reported، أبلغ reported، أجاب answered، answered، رد replied، ريبلايد، همسة ويسبرد، ريتش بتاكش ويسبرد،
خلي بالك، يبقى دول بدائل مين؟ بدائل يا حبيبي سي في المضارع وسد في الماضي. طب بدائل تل وطول ده اللي بيجي بعدهم مفعول، وقلت المعليك ان المفعول ده بيبقى ايه؟ اسم او ضمير. مين هو المفعول؟ اسم حد او ضمائر المفعول اللي هما مين يا رودي؟ انا مي، هو هم، هي هير، هو وهي الغير العاقل ات، نحن اص، هم زم، انت او انتم يو. طب والبدائل بتاعتهم مين يا مستر؟ حبيبي اهم البدائل بتاعت تل وطول اهم، اكد اشورد، اشورد، ذكر ريمايندد، ريمايندد، اقنع بيرسويدد، بيرسويدد، اقنع كونفينسد، كونفينسد، حذر وارند، وارند، وعد بروميست، بروميست. يعني يا مستر انت عايز تقول لي ان طولد واشورد وريمايندد وبيرسويدد وكونفينسد وورند وبروميسد دول بيجي بعدهم مفعول؟ ايوه يا حبيبي، وركز لي عليهم واحفظهم كما لو كنت بتحفظ معاني كلمات، وانت طبيعي كده كده هتعرفهم باذن الله. تعال نقول لي بقى دايما السؤال اللي بيجي لحضراتكم او اللي دايما على راسكم، يا مستر الحته دي تيجي ازاي في الامتحانات؟ تعال يا حبيبي نوريك تيجي ازاي. بص كده، the worker space that the weather had been too hot the day before، يعني العامل ان الطقس كان حار جدا بالامس. خلي بال حضرتك هنا يا جماعه مفيش مفعول به، لان هو ما قاليش العامل قال لي مين، هي بيقول العامل قال ان الطقس كان حار جدا واخد حضرتك اليوم السابق. يبقى لو قلت سد صح، لان سد مش بعدها مفعول، ولو قلت كومبليت صح، وبالتالي تبقى الاجابه بي وسي، الاجابه تبقى بي وسي. يلا يا جماعه اللي بعديها، محمد سبيس عمر ذات هي وونتد تو جو سويمنج، يعني عمر، محمد اخبر عمر، شوف ادي فيه مين اللي قال؟ محمد، ومين اللي قال له؟ عمر. يبقى هنا في قال ومقول له، في فاعل وفي مفعول. ذات هي وونتد انه اراد تو جو سويمنج، يبقى حضرتك هنا ما فيهاش الا مين؟ الا طولد، عشان طولد اللي بيجي بعدها مفعول. طب يلا يا جماعه، يارا سبيس هير ماذر واز فيري بيزي، يعني يارا قالت ان امها كانت مشغوله جدا. وهتقول لي يا مستر وهنا في مفعول؟ لا يا حبيبي مفيش مفعول. طب انا يا مستر عايزك تقول لي كده نعمل ايه في الامتحان لو انا بقيت متلخبط او انا بنحل؟ يا سيدي الفاضل حط ايدك على الفعل اللي هو هنا واز، تمام؟ لو لقيت قبل منه كلمه واحده يبقى هي دي الفاعل، لو كلمتين يبقى واحده منهم فاعل والثانيه مفعول به. طبعا انت عارف ان صفه الملكيه والاسم على بعضهم الاثنين، صفه الملكيه والاسم على بعضهم الاثنين بيبقوا كلمه واحده، يبقى هير ماذر وامها واز فيري بيزي، يبقى انا فاعل وفعل مفيش مفعول به قبل كلمه هير ماذر. يارا ما قالتش لحد، يارا بتقول ان امها كانت مشغوله جدا، وبالتالي ناخد سد لرقم ايه. يا رب تكون معايا، يا رب تكون معايا. طيب يا مستر الخطوه اللي بعد كده ايه؟ بص يا سيدي الفاضل، نحذف الاقواس ونربط بكلمه ذات بمعنى ان ويمكن الاستغناء عنه. نحذف الاقواس ونربط بكلمه ايه؟ ذات بمعنى ايه؟ بمعنى ان ويمكن الاستغناء عنه. يعني احنا شفنا الجمله الاخرانيه كده ما كانش فيها ذات. طب وبعد كده يا شباب؟ قال لي يا مستر الضمائر تتحول على حسب المعنى. الضمائر في الانجليزي بتتحول على حسب الايه؟ على حسب المعنى. طب احنا عايزين ضمائر يا مستر ايه المشهور؟ حاضر خليك معايا بقى. بصوا احنا عندنا في الانجليزي حاجه اسمها ضمائر الفاعل، وبالله عليك انا عايزك تحفظهم لي كما لو كنت بتحفظ معاني كلمات، اللي هي انا اي، وهو هي، وهي شي، وهو وهي الغير العاقل ات، نحن وي، هم زي، انت او انتم يو. وتبقى عارف ان ضمائر الفاعل بتاتي في بداية الجملة الخبرية وبعد الفعل المساعد أو الناقص في حال السؤال، ونقولها لك في كلمة واحدة، احفظ لي كده، الضمائر الفعل تيجي قبل الفعل، ضمائر الفاعل تأتي قبل الفعل، ضمائر الفاعل تأتي قبل الفعل. ضمائر المفعول بقى، أنا مي، هو هم، هي هير، هو وهي الغير العاقل إت، نحن أس، هم زم، أنت أو أنتم يو. وضمائر المفعول بتأتي بعد الفعل وحرف الجر، بعد الفعل وإيه؟ وحرف الجر. طب صفات الملكية، ملكي ماي، ملكه هز، ملكها هير، ملكه أو ملكها لغير العاقل إتس، ملكنا أور، ملكهم زير، ملكك يور. خلي بالك وصفات الملكية بيجي بعديها الاسم المملوك، يعني الحاجة اللي بتملكها، مثلا تقول سيارتي تقول ماي كار، قلمه يبقى هيز بن،
كتابها هيربوك. يبقى إذا صفات الملكية يذكر بعدها اسم المملوك. أما ضمائر الملكية، ضمائر الملكية بقى ملكي ماين، ملكه هز، ملكها هيرز، ملكه أو ملكها الغير العاقل مفيش، ملكنا أورز، ملكهم زيرز، ملكك يورز. وتبقى عارف إن ضمائر الملكية لا يليها الاسم المملوك. يعني هوز بن إزاز، هوز بن إزاز لمن يكون هذا القلم؟ تقول إتس ماين، إنه ملكي، إتس هيرز، إنه ملكها، إتس هز، إنه ملكه، ما بينذكرش بعدها الاسم المملوك. ودايما أنصح حبايبي فأقول لهم إيه؟ أنا أحب الطالب يحفظهم بالطريقة دي، بص كده، أنا آي مي ملكي ماي ماين، هو هي هم ملكه هز هز، هي شي هير ملكها هير هيرز، هو وهي الغير العاقل ات ات ملكه ملكها اتس، نحن وي اس ملكنا اور اورز، هم زي زين ملكهم زير زيرز. والعلة من كده ايه يا مستر؟ مش يا حبيبي، احيانا بقول لك والدز اندرلايند بروناون مثلا هز ريفير تو، يعني الضمير اللي تحتيه خط هز ده بيشير لايه؟ بالله عليك لو انت مش عارف معناه هتعرف ازاي هو بيشير لايه؟ انا عايزك يا ريس اول ما نقول لك اص يعني ايه تقول لي نحن على طول ما تفكرش، اول ما نقول لك زار يعني ايه تقول لي ملكهم ما تفكرش، اول ما نقول لك ان كلمه يو يعني ايه تقول لي يعني انت او انتم ما تفكرش. يبقى ايه الاجابه حاضره معاك على طول، الله يكرمك. لخاصة ان الحزام قلت لك ان الضمائر بنختار على حسب الايه، على حسب المعنى. طيب بص كده على سبيل المثال يا جماعه، اهو علي ست وسامي اي ويل هيلب يو ويز يور هوم ورك، يعني علي قال لسامي انا سوف اساعدك في الواجب بتاعك. يبقى احنا عندنا اول خطوه علي تولد سامي، لان ست تتحول الى تولد، ونحذف الاقواس ونربط بكلمه ذا. يا جماعة أنا هنقول علي قال لسامي، علي أخبر سامي إن أنا هنساعده، ولا إن هو؟ لا هو، يبقى هو يعني إيه؟ هي. طيب يا مستر في حاجة كمان كده أهي، واللي دي باجت وود هيلب هيم، طبعا إنه هيساعده هو، يبقى ضمير المفعول حط مكانه ضمير مفعول، ويز هيز هوم ورك يعني الواجب بتاعه هو. تعال بقى نشرح لك الكلام ده أهو واحدة واحدة كمان. بص يا سيدي معايا، لو كان فعل القول في الماضي، يعني يا مستر لو كان فعل القول في الماضي؟ يعني لو الفعل اللي عندك، فعل القول اللي عندك سد، تولد، اسكد، اسكد، ها، wanted to know، يعني كان عندك فعل القول اللي عندك ماضي، بتعمل حاجتين ضروريتين. الحتة الأولانية يا محترمين بتغير أسماء الإشارة، أسماء الإشارة والظروف الزمنية زي ما هنوري سيادتك دلوقتي على الايه؟ على السمارت بورد. ريح كده خليك معايا بقى الله يكرمك، وركز كويس الله يسترك. بص كده حضرتك لما بتلاقي كلمة زيس بتخليها زت، ولما بتلاقي زيس بتخليها زوس، ولما تلاقي هنا هير بتخليها هناك ذير، ولما تلاقي تو نايت هتخليها زت نايت، ولما تخلي تلاقي تو داي هتخليها زد داي، ولما تلاقي يت هتخليها باي زن، ولما تلاقي يستر داي هتخليها ذا داي بيفور او ذا بريفيوس داي، ولما تلاقي لاست ويك هتخليها ذا ويك بيفور او ذا بريفيوس ويك، ولما تلاقي كلمه تومورو هتخليها ذا داي افتر او ذا فولوينج داي، ولما تلاقي نيكست ويك هتخليها ذا ويك افتر او ذا فولوينج ويك، ولما تلاقي ذا داي بيفور يستر داي هتخليها تو دايز بيفور، ذا داي بيفور يستر داي يعني اول امس هتخليها تو دايز بيفور. خليك معايا حضرتك، لما بتلاقي ذا داي افتر تومورو يعني بعد بكره هتخليها ان تو دايز تايم. حضرتك لما بتلاقي كلمة ago بتخليها before أو earlier. حضرتك لما بتلاقي كلمة come بتخليها go. حضرتك لما بتلاقي كلمة next بتخليها ايه؟ the next أو the coming أو the following أو the succeeding. تاني كلمة next هتخليها the next أو the coming أو the following أو the succeeding. تعال يا جماعة دايما اللي بيشغل حضرتكم، يا مستر الحتة دي بتيجي ازاي في الامتحان؟ عنينا لكم يا باشوات. بص كده، يوسف اكسبلايند، يوسف شرح ذات هي هادنت فينيشد ذات ريبورت. خلي بالك اهو، انا عايز يا جماعة هنا حاجة دلوقتي الكلام اتحول صح،
ده بقى كلام غير مباشر، انا عايز اختياري من اللي تحت ده اهو يبقى يمشي مع الكلام غير المباشر. هل يت؟ لا لا، ده يت تتحول الى باي زين. طب كلمه يسترداي ده بتتحول لذا داي بيفور او ذا بريفيوس داي. لاست ويك ده بتتحول الى ذا ويك بيفور او ذا بريفيوس ويك. يبقى الوحيده اللي تنفع هنا ايه يا جماعه؟ باي زين. طب اللي بعديها، ليلى سيت ذات شي لايك تنس سبيس مورنينج. طبعا ده كلام غير مباشر، مفيش اقواس عشان يبقى مباشر، ده كلام غير مباشر، وانا عايز حاجه تمشي مع الكلام غير المباشر. لو خدت تومورو، لا ده تومورو بتتحول الى ذا فولوينج داي. لو خدت ناو ده بتتحول لزين. لو خدت زيس ده بتتحول لذات. يبقى مفيش عندنا الا مين؟ اللي ذات اللي تمشي مع الكلام غير المباشر. طب الخطوه الثانيه يا مستر، انت قلت لنا خطوتين. لو لقيت فعل القول اللي عندنا في الماضي عندنا خطوتين. الخطوة الأولانية نغير الظروف الزمنية وأسماء الإشارة، وبالله عليك تذاكر لي الجدول ده كويس. طب والتانية تغير يا جماعة الأزمنة. تغير الأزمنة يعني إيه الأزمنة؟ نمشي خطوة إلى الخلف. لو مضارع بسيط نخليه ماضي بسيط، ولو ماضي بسيط نخليه ماضي بسيط أو ماضي تام. لو مضارع مستمر نخليه ماضي مستمر. لو مضارع تام نخليه ماضي تام. خلي بال ما عليك، تعال بقى نمشي مع بعضينا كده، انا عامل لك جدول يسهل لك الدنيا ان شاء الله. بص يا حبايب، لو اللي عند حضرتك مضارع بسيط اهو خليه ماضي بسيط، والماضي البسيط خليه ماضي بسيط او ماضي تام. ركز، الماضي البسيط ممكن يستنى زي ما هو ماضي بسيط او ماضي تام. يعني هنا تقول ماضي بسيط وماضي ايه تام. ام او اس نخليها واز، وار نخليها وير. طب واز او وير نخليها هاد بين. واز او وير نخليها ايه؟ نخليها هاد بين. طيب يا شباب بص حضرتك كده، لما يبقى عندك هاف او هاز خليهم هاد، ولما يبقى عندك هاد خليها هاد هاد او هاد وتصرف تلات الفعل. لما يبقى عندك ويل خليها ود، وشال خليها شد، وكان خليها كد، وماي خليها مايت، وماست تستنى ماست زي ما هي، او هاد تو او وود هاف تو. ايه ده يا مستر؟ هنفهمك بس معلش بعد اذنك اديني لحظه. هنفهمك ما انت ماست استنى ماست زي ما هي، او ممكن تبقى هاد تو او وود هاف تو. طيب كلمه نيدنت اللي معناها ليس من الضروري ان، هنخليها نيدنت هاف بلس بي بي او ديدنت هاف تو. طب انت يا مستر لسه موعدني تعرفني التحويلات بتاعت مين؟ التحويلات بتاعت ماست. طب ممكن ناخد المثال ده بعد اذن حضرتك الاول. بص كده، علي ست ومي يعني علي ست وليلى، يعني علي قال ليلى اي ويل هيلب يو تو مور، انا هنساعدك بكره. بص كده، علي ست وست تتحول الى تولد، ونحذف الاقواس ونربط بكلمه ذات. الضمائر تتحول على حسب المعنى. علي قال ليلى ان هو يعني هي، والماضي من ويل وود، هيلب هير يساعدها هي. ها وبعدين كلمه تومورو تحول الى ذا فولوينج داي او ذا كومينج داي او ذا نيكست داي او ذا داي افتر. تعال بقى على كلمه ماست اللي قلت لك عليها من شويه. بص يا حبيبي، ماست بتستنى ماست زي ما هي. امتى يا جماعه؟ في الجمل بتاعه الالزام التام، يعني الحاجات فيها الزام فيها ضروره، يجب ان نتبع قواعد المرور. ها يجب علينا ان نطيع والدينا، يجب علينا ان نحترم معلمينا. ده هنا كده في الجمل اللي زي ديت اللي اسمها الوجوب التام، ماست بتستنى ماست زي ما هي. طب ماست يا مستر بتتحول الى هاد تو امتى؟ لو كان سياق الجمله مضارع. طب ماست يا مستر بتحول الى وود هاف تو امتى؟ لو سياق الجمله مستقبل. تعالى كده بدي لك امثله على كل واحد، ركز معايا كده، ربنا يكرمك ان شاء الله. بص يا حبيبي كده بيقول ايه، عمر سيد ذات ذا درايفرز هولد درايفنج لايسنس. يعني عمر بيقول ان القائد السائقون ينبغي او من الضروري ان هم يكونوا يحملون رخصه قياده. يبقى هنا وجوب تام، يبقى نستخدمها ماست اهو. قوانين اهو، حتى لو كان الكلام في الماضي برضه ناخد ماست. طب يلا يا جماعه، اي تولد علي ذات هي سبيس كول ذا مانجر زين. ده كلمه زين دي اللي اصلها ناو صح، يبقى ده في المضارع، يبقى هنا ماست تروح لمين؟ الله ينور عليك، يبقى هات تو. الله يبارك لك يا ابني اهو. طيب خليك معايا في الجمله اللي جايه. بص يا حبيبي، توم سيد ذات هي سبيس ريتيرن هوم ذا فولوينج مانث، يعني الشهر التالي. يا حبيبي مش هنا كلمه ذا فولوينج مانث دي دل على الايه؟ على المستقبل. ففي الحاله دي هناخد ايه؟ هنبقى مانث هتتحول الى وود. ايوه هاف تو، وود ايه؟ هاف تو. الله يرضى عليكم، ما تنسوش الكلام اللي قلته. تعالى بقى شويه حاجات كده تخلي بالك منها.
واحد بيسألني سؤال بيقول لي يا مستر هو ممكن يبقى فعل القول في الماضي وفي حاجات ما تتغيرش؟ نقول له اه في حاجات كده، انا عايزك تاخدهم مني بالله عليك وتعرفهم كويس قوي. عايزك تعرف ان من الحاجات اللي ما بتغيرش لو زمن ماضي تام او ماضي تام مستمر. هتوقع او الماضي التام ده اقدم منه؟ مفيش ماضي تام او ماضي تام مستمر وما بتغيرش. طب ايه؟ بص كده كمان، شايف كلمة وود اللي هي الفعل ناقص في الماضي، وكلمة شد، وكلمة مايت، ها، وكلمة كود، وكلمة هاد بيتر، وكلمة وود رازر برضو دولت، وكلمة يوز تو، لا هما ولا اللي بيجي بعدهم بيتغيروا. طب ايه كمان يا مستر؟ فاكر لما خدنا زمن الماضي البسيط وقلنا في اربع كلمات بيجي بعديهم فاعل ثم ماضي بسيط، اللي هما اتس تايم ووش وايد رازر وسبوز. اتس تايم ووش وايد رازر وسبوز، الأربعة دول بيجي بعدهم فاعل ثم ماضي بسيط سواء كان كلام مباشر أو كلام غير مباشر. طب إيه كمان يا مستر ما بيتغيرش؟ هنقول لحضرتك الروابط اللي بيجي بعدها ماضي بسيط أو ماضي تام أو ماضي مستمر ما يتغيرش من المباشر أو غير مباشر. طب تعالوا ناخدهم بقى واحدة واحدة كده بالأمثلة. قلت لك يا جماعة لاحظ عدم تغيير ما يلي، ده فعل القول في الماضي بس مش هنغير زمن الماضي التام والماضي التام المستمر. علي ست ومي، يعني علي قال لي I had done the exercise، أنا عملت التمرين. يبقى أنا هنقول علي told me that، أهو هو، يبقى هي بص had done ماضي تام زي ما هو had done the exercise. أهو بص كده الأفعال الناقصة ده هي، بص كده سيد الفاضل would rather وhad better اللي معناهم من الأفضل، وshould وwould وcould ومايت ويوزد تو. تعال كده نشوف المثال يا جماعة عندنا أهو، بيقول إيه؟ بيقول you should study hard summer said said mom. يبقى mom told summer، يبقى mom قال وسمر مفعول به انقال له الكلام، that she بص should زي ما هي should وstudy زي ما هي، لا هما بيتغيروا ولا اللي بيجي بعديهم. study hard، ركز الله يكرمك، بص كده التعبيرات ده هي، التعبيرات ده يا حبيب خدناهم احنا اهو. بص كده it's time I wish وايد رازر وصبوز يجي بعديهم فاعل ثم ماضي بسيط سواء في المباشر او في الغير المباشر. مام تولد مي اتس تايم هيز بيس هوم، يبقى هي ايه؟ وينت ماضي بسيط، ماضي بسيط. اربعه قلت لك الروابط اللي بيجي بعدها ماضي بسيط او ماضي مستمر او ماضي تام لا تتغير سواء في المباشر او غير المباشر. علي said if it is best I would stay at home. علي قال لو أمطرت ها هنستنى في البيت. انتوا عارفين في قاعدة if، if يليها ماضي بسيط وجواب الشرط would زائد المصدر. if يليها ماضي بسيط اهو سواء في المباشر او غير الايه او غير المباشر. خلي بالك عندنا معلومة اهو العبارات بقى، احنا كده خلاص خلصنا شوية دول، لكن تعالى هنجيله على معلومة كمان. بص حضرتك لو احنا عندنا عبارة من العبارات اللي هي بتدل على الموافقة زي ايه؟ زي yes، زي of course، زي certainly، لما تلاقي واحدة من ده هتحول فعل القول اللي هو said ده هتبقى agreed يعني وافقة، هتبقى ايه؟ agreed او approved يعني استحسنة، او answered in affirmative يعني أجابة في شكل إيجابي، يبقى approved استحسنة او agreed وافقة او answered in affirmative، دي كلمة واحدة معلش تمام؟ اهو تعالى كده اديكم مثال عليها الأول. Yes I have received، yes I have received your email. said سما، قالت سما، يبقى نقول سما ها agreed ها that she had received، لان طبعا ده ماضي بسيط مضارع تام اهو، المضارع تام محول الماضي تام او هاف هخليها ها اهو had received my email. يبقى خلي بالك من الحته دي كويس، العبارات اللي هي بتدل على الموافقه زي yes certainly of course نستخدم مكان said، نستخدم ايه؟ agreed او approved او answered in affirmative. طب لو كان فيه يا مستر عباره من العبارات اللي هي بتدل على الرفض زي مثلا no او مثلا sorry مثلا، وحضرتك في الحاله دي بتعمل ايه؟ بتاخد disapproved يعني عدم الاستحسان، او disagreed يعني لم يوافق، او answered in negative يعني اثار او اجاب بشكل سلبي. بص answered in negative او denied او disapproved أو disagreed. تعالى لديك مثال، بص كده بيقول يا جماعة No I didn't see علي today. أحمد سد يعني لا أنا ما شفتش علي النهاردة، قال أحمد. يبقى نقول أحمد denied يعني أحمد أنكر
that he had seen Ali that day. لان احنا عندنا ماضي بسيط نخليه ماضي ايه؟ نخليه ماضي تام. بس احنا يا مستر في الوحدة الخامسة خدنا الفعل ديناي بيجي بعدين الفعل فاي النجي، يقول لك الله ينور عليك. فممكن نقول كده احمد دينايت سيينج يعني رؤية علي زد دي. طيب في عنوان بقى جاي لنا يا جماعة؟ لا الله يرضى عليك، ركز ركز بمعنى ركز، بص كده مهم جدا جدا. بيقول ايه بقى يا جماعة؟ لا تتغير الأزمنة ولا الظروف الزمنية ولا أسماء الإشارة، وتتغير فقط الضمائر. اسمع، لا تتغير الأزمنة ولا الظروف الزمنية ولا أسماء الإشارة، وتتغير فقط الضمائر. امتى يا مستر؟ قال لك رقم واحد لو فعل القول في المضارع. يعني لو كان عندنا سي، عندنا تل، واخد بالكم حاجة من دول، يبقى في الحالة دهية ايه؟ هنختار مضارع زيه. كمان ايه يا جماعة؟ قال لك والله فعل القول ماضي، مثلا عندنا سد مثلا او طول او اسكت مثلا، بس لقينا فيه منهم كلمة جاست يعني حالا، او جاست ناو، او امومنت اجو، او امينت اجو، او اشورت تايم اجو، مما يدل على ان الكلام ده حصل منذ فترة قصيرة. طب رقم ثلاثة، قال لك والله لو ما حصلش تغيير في الظروف الزمنية ولا أسماء الإشارة. طب رقم أربعة، قال لي والله لو كانت الجملة حقيقة علمية فنختار مضارع بسيط. تعالى بقى بعد ما قلتهم لك كده، تعالى نشوفهم بالأمثلة. بص يا حبيبي، لا تتغير الأزمنة ولا الظروف الزمنية، وتتغير فقط الضمائر إذا كان فعل القول في المضارع. وليد تيلز مي ذات هيز بيرنتس از بيس هارد. يا جماعه تيلز، تيلز ده فين؟ في المضارع، يبقى ناخد مضارع زيه، وبالتالي هناخد ايه؟ وير. رقم اثنين يا مستر، اذا وجدنا بعد فعل القول اللي في الماضي ما يدل على ان الفعل حدث منذ فتره قصيره، ان الفعل حدث منذ ايه؟ منذ فتره قصيره. زي ايه؟ زي كلمه ناو، او جاست ناو، او جاست، او امومنت اجو، او امينت اجو، او اشورت تايم اجو. بص كده يا جماعه، علي تولد مي امومنت اجو، علي تولد مي امومنت اجو، يعني معنى الكلام ده ان لسه الكلام حاصل. ذات هيز بيز بيزي، ناخد ايه؟ ناخد مضارع. يا مستر ده فعل القول في الماضي بس في كلمه ناو، او جاست ناو، او امينت اجو، او امومنت اجو، ده معناها ان الكلام لسه حاصل من فتره قصيره، وبالتالي نختار مضارع. طب ايه كمان يا شباب؟ قال لك والله لو ما حصلش تغيير للظروف الزمنيه واسماء الاشاره مما يدل على ان الفعل حدث منذ فتره قصيره. هي told me that his best travel tomorrow، مش المفروض كلمه tomorrow تتحول الى كلمه the following day او the next day او the succeeding day او the day after؟ ما تحولتش. في الحاله دي تاخد مضارع زيه او على حسب زمن الجمله، فناخد will مضارع او ناخد على حسب زمن الجمله. يعني احيانا مثلا اديك كلمه تدل على الماضي اختار ماضي. خلي بالك ممكن تلاقي مثلا فعل قول مضارع بس في كلمه تدل على الماضي تختار على حسب الكلمه الموجوده، لكن تبقى ملتزم بالقاعده. بص كده، اذا كانت الجمله حقيقه علميه، مثلا يا جماعه ذا تيتشر تولد اس ذات ذا ايرث از بيس اراوند ذا صن، يعني المدرس اخبرنا ان الارض تدور حول الشمس، دي حقيقه، وبالتالي نستخدم مضارع بسيط اللي هو ايه؟ جوز. في بقى ملحوظه مهمه جدا يا جماعه، لو كانت الجمله اللي عندنا حقيقه حاليه لكنها يمكن ان تتغير في المستقبل، في الحالة دي تاخد مضارع بسيط صح، وتاخد ماضي بسيط صح. زي ايه؟ زي لما اقول لك ان القاهرة اكبر مدينة في افريقيا، طبعا القاهرة اكبر مدينة في افريقيا الان، لكن في المستقبل قد تكون العاصمة الادارية هي الاكبر. تمام؟ بص زي ده، بقول ايه؟ هي سيت كايرو ذا لارجست سيتي ان افريكا. لو قلت از صح واز صح، لكن لو في الامتحان جات لك از او واز، لا خدها از. خلاص؟ بقى في شويه ملاحظات كده عايز اقول لك عليهم في سؤال الاختياري. دلوقتي لو كان فعل القول ماضي، فعل القول ماضي، ولقيت كلمه من دوم بيفور او بريفيوس او باي زين او ذا لاست، واحده من الاربعه دول، يبقى خد هات بلس بي بي. لو لقيت في الجمله فعل القول في الماضي برضه، ولقيت في الجمله كلمه زين او ات ذات تايم او ات ذات مومنت، خد واس او وير والفعل المضاف له اي ان جي. لو ما لقيتش خد وود زائد المصدر. لو فعل القول في الماضي ولقيت في الجمله كلمه كامينج او فولوينج او نيكست او سكسيدنج او مده افتر، خد وود زائد المصدر، ما لقيتش خد واس او وير والفعل المضاف له اي ان جي. لو فعل القول في الماضي ولقيت في الجمله رابط
وجه بعد الرابط ماضي بسيط الفعل التاني يبقى would او could او might زائد المصدر. تعال نوريك امثله. بص يا سيدي ملاحظات على سؤال الاختيار. بص يا سيدي بيقول ايه يا جماعه؟ هي told me that he is based Arabic literature the previous year، يعني الادب العربي العام الايه الماضي. بص حضرتك اهو لما تلاقي كلمه previous نعمل ايه؟ ناخد هاد وتصرف الثالث يبقى هاد studied. ماشي معايا حضرتك؟ بص كده اهو بنقول لك اذا وجدنا في الجمله before اهو before او previous او the last او by then نختار هاد بلس بي بي. طب اللي بعديها هي told me that his best Arabic literature then، لقيت هنا كلمة ايه؟ then، وأنا قلت لحضرتك لما تلاقي أهو إذا وجدنا كلمة ايه؟ كلمة then أو at the moment أو at the time نختار was أو where والفعل المضاف له إن ايه؟ ing، يبقى ناخد دي. ركز الله يكرمك. مهمين جدا جدا والله. اللي بعديها يا جماعة هي told me that his best Arabic literature the coming year. بص إذا وجدنا في الجملة كلمة coming أو following أو succeeding أو next يا ريت تكتب لنا الحتة دي كمان أو مدة أفطر. مدة إيه يا جماعة؟ أفطر. خلي بالك مكتوبة الحمد لله مدة أفطر أو ذا أهلي ذا وبعد المدة أو زمن أفطر. نختار وود زائد المصدر، فإن لم نجد ناخد واس أو وير الفعل المضاف له إن جي. يعني هنا ناخد وود زائد المصدر، ما لقتش ناخد واس أو وير الفعل المضاف له إن إيه؟ إن جي. الحتة اللي جاية ركز. علي said that his best Arabic literature the coming year. هنا ايه؟ يبقى would study. يبقى يا جماعة would ايه؟ would study. طب اللي بعديها يا جماعة بص كده لو كان في الجملة رابط زي when أو after وجاء بعده ماضي بسيط فإن الفعل الآخر يكون would أو could أو might زائد المصدر. He told me when his best Arabic literature he would travel abroad. خلي بالك ادي الرابط اللي هو وين هيجي بعديه هنا ايه ماضي بسيط بشرط ان يكون الفعل الثاني ايه وود زائد المصدر، يبقى هنقول studied studied اللي هي ايه اول واحده. تعالى كده نشوف شويه امثله كده على الكلام اللي احنا قلناه ده. يلا يا سيدي الفاضل. نمبر 1 مستر فرج سيد هيز بيس هيز درايفنج تيست ذا بريفيوس يير. حضرتك هنا لقيت كلمه ايه؟ لقيت كلمه ذا بريفيوس، ولسه جايين لك من شويه لما تلاقي ذا بريفيوس او بيفور او ذا لاست او باي زين ناخد هاد والتصريف الثالث الفعل. اللي بعديها هي سبيس مي ذات هي هاد بين وركينج از ا سيلز اسيستنت. بص يا سيدي الفاضل مش هنا واحد ايه؟ ادي المفعول، هنا الفاعل وادي المفعول، مين اللي بتيجي بعدها مفعول؟ الله يفتح عليك طول، ربنا يفتح عليك. يلا يا جماعه. His best that his uncle was encouraging him to find another job. بص حضرتك ادي الفعل اللي هو ايه؟ was encouraging صح؟ بعديه ايه؟ قبليه فاعل بس اللي هو his uncle، يبقى مفيش مفعول به، يبقى هناخد بديل سد اللي هو ايه؟ ربنا يبارك فيك explain. يلا يا جماعه. He said that his uncle is based our products for many years. لو انت بصيت معايا هنا سد فعل القول فين؟ في الماضي، يبقى هنختار ماضي زيه. سيلف المضارع وهاز تولد مضارع تام وستيلينج مضارع مستمر، يبقى هناخد هاد سولد لرقم سي. نمبر 5 هي سيد ذات هي واز سوشيبل بيرسون، يعني شخصية اجتماعية. اند هي سو هي از بيست توكينج تو كاستمرز، وهيستمتع بالحديث مع العملاء. يا سيدي الفاضل سد فعل القول في الماضي، يبقى ويل انجوي مش هتنفع لان دي مضارع، وانجوز مش هتنفع لان دي مضارع، واز انجويينج مضارع، يبقى ناخد وود انجوي اللي رقم بي. يلا يا حبايبي نمبر 6 اي سبيس هيم ذات وي ارنت انترفيوينج اني بيبل اني مور بيبل توداي، يعني قلت له ان احنا مش هنحاور ناس تانيين هذا اليوم. يا سيدي الفاضل خلي بالك ركز معايا دلوقتي اي سبيس هيم، يبقى هنا في مفعول في واحد قال وفي واحد مقولا له، يبقى انا هنقول ايه يا جماعه؟ ذات وي ار نوت انترفيوينج، يبقى هنقول ان انا تيل هيم اي تيل هيم، لقينا فيه فاعل ومفعول الاجابات اللي تحت مش مناسبه. يلا يا جماعه نمبر 7 اي بروميسد ذات اي سبيس هيم اون ساتردي مورنينج. بالله عليك يا ريت تكتب لي دي. لو انتوا فاكرين يا جماعه لما قلنا الافعال الداله على المستقبل البسيط زي هوب او زي بروميس او اكسبكت لما بيجي بعدها فاعل بناخد ويل، ولو ما جاش بعدها فاعل خالص بناخد تو زائد المصدر. طب لو كانت في الماضي وجه بعدها فاعل، لو الافعال الداله على المستقبل الماضي يعني بروميسد يعني اكسبكتد يعني هوبد في الماضي وجه بعدها فاعل، الله ينور عليه، ناخد وود زائد المصدر يبقى.
يا ريت تكتبها الله يكرمك وتذاكرها كويس. يلا يا حبايبي. منال told her friend that her brother spaced her with her homework that afternoon. يعني منال قالت ان صديقها او صديقتها كانت بتساعدها بتساعد اخوها في الواجب ذاك او في وقت بعد الظهر يعني. بص يا سيدي، هي told فعل يقول في الماضي، يبقى has تنفع؟ لا. وهاف تول وهاف هيلب تنفع؟ لا. وهيز هيلبنج، لان دول كلك ايه؟ كل دول يا مستر في المضارع، يبقى انا هناخد ايه؟ واز هيلبنج. يلا يا حبيبي الله يكرمك. نمبر 9، طارق سبيس ذات زي وير هوت بيكوز زي هاد بين بلاينج تنس. خلي بال معاليك كويس. دلوقتي يا جماعه الافعال هنا فين؟ وير وهاد بين دول في الماضي، طالما الفعل في الماضي يبقى فعل القول ماضي زيه، يبقى انا هناخد مين؟ تولد. طب فين المفعول به؟ يبقى مش موجوده، يبقى اكسبليند كبديل لمين؟ كبديل لسيد. نمبر 10، كريم ادميتد ذات هي سبيس ذا كيز. يا حبيبي الله يكرمك، مش ادميتد فعل القول في الماضي؟ ايوه يا مستر، اختار لي ماضي زيه، يبقى هاد لوست اللي رقم سي. 11، شي كومبليند ذات شي سبيس for more than an hour for her an appointment. بص ركز ركز كده، complained فعل يقول فين؟ في الماضي، يبقى اختار لي ماضي زيه، يبقى had waited اللي رقم ايه. 12، he admitted that he spaced late the night before. هنا يا جماعه في ايه؟ admitted فعل يقول في الماضي، يبقى هنختار ماضي زيه. طب بس يا مستر ده في was on arriving وهاد arrived، ما انا جاي لك لما تلاقي كلمه before او previous او by then او the last تاخد هاد بلس بي بي، وبالتالي هنختار رقم ايه. 13، شي اكسبلايند يعني وضحت ذات شي سبيس تو فيزيت مي ذا فولوينج ويك. يا مستر ده هنا في كلمه فولوينج، يعني معنى كده نختار ايه بقى يا مستر؟ ده هنا اكسبلايند فعل القول في الماضي، بس احنا عندنا يا مستر اتنين ماضي، دي ماضي ودي ماضي، ما انا جاي لك لما تلاقي كلمه فولوينج او كومينج او نيكست او سكسيدنج هتاخد وود زاد المصدر، ما لقيتش يبقى هتاخد واز او غير الفعل المضاف له اي ان جي. يلا يا حبايبي. 14، هي اجريد ذات هي سبيس اني وان وات اي هاد سيد. يعني هو وافق انه مش هيقول لحد ما قلته، ما قلته. هنا يا جماعه اجريد فين؟ اجريد يا مستر فعل القول في الماضي، يبقى خد ماضي زيه وودنت تل اللي هي رقم بي. بعد ما تكون ذاكرت الجمله الخبريه وظبطتها، روح اللي بقى على الجمله الاستفهاميه. وافتكر معايا ان السؤال نوعين، سؤال بيبدا بفعل مساعد او ناقص، وسؤال بيبدا باداه استفهام. بص، سؤال بيبدا بفعل مساعد او ناقص، ديد شي جو تو سكول او كان يو ريد انجلش، تمام؟ او سؤال بيبدا باداه استفهام، نقول له وات داز شي كوك او وير از احمد، يعني اين ايه؟ اين احمد؟ تعال بقى ندي لك اكزامبلز قبل ما نشرح لك انا هنعمل ايه بالظبط، لان الجمله الاستفهاميه لها طريقه في التحويل من مباشر لغير مباشر غير الجمله الخبريه. بص كده امثله. الاول، ريم سيد تو ندى. طب انا بديك امثله بس عشان اعرفك الايه، ان الاسئله بتبقى شكلها ايه في المباشر اللي هو بين الاقواس. وين ديد يو جيت اب؟ بص شوف النظام بيبقى ايه، ادي اداه استفهام فعل مساعد او ناقص ودي فاعل ودي فعل. طب يا ابن الحاج دي لما تتحول هتبقى ازاي؟ هتبقى ريم اسكد ندى وين شي جوت اب، يعني بعد اداه الاستفهام هنا جبنا فعل وفعل على طول وحطينا في الستوب. طبعا الكلام ده انت مش فاهمه، معلش انا بنوريك نماذج بس ولسه هشرح لك. بص كده، علي ست واحمد كان يو سولف ذيس بروبلم. بص فعل مساعد او ناقص وبعدين فاعل وبعدين فعل وادي علامه الاستفهام اهي. بص لما نيجي نحولها هنقول ايه؟ علي اسكت احمد اف هي كود، اف هي كود. بص ادي الفاعل الاول وادي الفعل، سولف ذات بروبلم ونحطه في الستوب. بص اللي بعد كده، ذا تيتشر سيد تو ريم، قال لريم واي دو يو كام ليت، يعني ليه انت متاخر؟ يبقى ذا تيتشر اسكت ريم، يعني قال لريم ليه هي متاخره؟ يبقى واي وبعد اداه الاستفهام جيب الفاعل ثم الفعل ونحط في له ايه؟ في الستوب. اشرح لنا يا مستر ايه اللي انت بتقوله ده؟ هشرح لك يا حبيبي، تعال بقى نشرح لك خطوات التحويل. بص يا سيدي الفاضل، احنا عندنا يا جماعه say او say to تحول الى ask او wonder او inquire او want to know، ولو في الماضي هتبقى asked او wondered او inquired او wanted to know. وعايز اقول لك يا حبيب ان ask او asked هما الوحيدين اللي ينفع يجي بعدهم مفعول به، يعني ممكن يجي وممكن ما يجيش، اما الباقيين ما بيجيش بعدهم مفعول. بنحذف الاقواس وبنربط بنفس اداه الاستفهام.
يعني لو السؤال أوله وات بتحط وات زي ما هي، لو السؤال أوله وير بتحط وير زي ما هي، لو السؤال أوله هاو بتحط هاو زي ما هي. طب لو السؤال ده يا مستر بيبدأ بفعل مساعد أو ناقص، سؤال أوله كان، سؤال أوله إز، سؤال أوله آر، قال لك بنربط بحاجة اسمها إف أو وزر، إف أو إيه أو وزر. وخلي بالك من السبيلنج بتاع وزر من دلوقتي، الوزر دي بتكتب إزاي؟ W H E T H E R، W H E T H E R. بص بقى الحتة اللي جاية ديت، بعد أداة الاستفهام أو إف أو وزر نجيب الفاعل ثم الفعل، نجيب الفاعل ثم الفعل، ولو لقيت دو أو داز أو ديد مشيهم، اشطب عليهم، اديهم سكة السلامة، وفي الآخر حط فول ستوب، يعني حولها من سؤال إلى جملة خبرية. تعالى كده بالراحة، أنت قلت لنا شوية كلام، حاضر بالراحة يا سيدي. بص قلت لك سي أساوي تو تحول إلى أسك، ها؟ أو وندر أو إنكواير أو ونت تو نو، والماضي بأسكت أو وندرت أو إنكوايرت أو ونت تو نو. بص كده، أسك الوحيد، فعل القول الوحيد اللي ممكن يليه مخاطب مفعول به وممكن ما يجيش. بعد كده الرابط هو أداة الاستفهام، مثل مين؟ مثل وير، مثل وين، مثل وات. فإن كان السؤال يبدأ بفعل مساعد أو ناقص بنربط بإف أو إيه أو وزر. طب إيه كمان؟ بص كده، بعد أداة الاستفهام أو إف أو وزر بنجيب الفاعل ثم الفعل، وبنحذرك من كلمة وزر، لأن كلمة وزر معناها الطقس ولها نفس، بنحذرك منها. دي وتر انا عايزها، W H E T H E R. ماشي يا حبيب؟ كل بقى ما قيل على الجملة الخبرية يقال على الجملة الاستفهامية. يعني ايه؟ يعني الحاجات التحويلات اللي احنا قلناها كلها، سواء بالظروف الزمنية، سواء اسماء الاشارة، سواء الازمنة لما يبقى فعل القول في الماضي، او حتى الحاجات اللي ما بتتغيرش، هي نفس الكلام. خلي بال حضرتك في حتة بقى قبل برضو ما نديك شوية اسئلة، في صيغة كده ليست كلام غير مباشر، ولكن يلي أداة الاستفهام أو إف أو وزر الفاعل ثم الفعل، يبقى الوجه الشبه، وجه الشبه بين الصيغ دي والكلام غير المباشر، إن بعد أداة الاستفهام أو إف أو وزر فاعل ثم الفعل. طب والفعل زمنه إيه؟ غالبا بيكون مضارع ما لم أجد كلمة تدل على الماضي فأختار ماضي. تاني، فاعل ثم الفعل. طب الفعل يبقى زمنه ايه؟ غالبا يكون في المضارع ما لم اجد كلمة تدل على الماضي فنختار ماضي، او الكلمة تدل على اي زمن. طب اشي الاختلاف ايه يا مستر؟ ان بتنتهي بكويتشن مارك. زي مين بقى الصيغ دي؟ Can you tell me؟ Could you tell me؟ صيغ طلب. Do you know؟ I want to know؟ I don't know. بالله عليك تحفظهم كويس. Can you tell me؟ Could you tell me؟ يعني هل يمكن أن تخبرني؟ Do you know؟ I want to know؟ I don't know. بالله عليك تركز عليهم. خد لنا كم مثال كده عليهم الأول. بيقول إيه يا جماعة؟ بيقول Could you tell me when the next train؟ أهو، هل يمكن أن تخبرني متى القطر القادم؟ بص أدي when اللي هي أداة الاستفهام، وأدي the next train اللي هو الفاعل، ونروح لواخد الفعل في المضارع ما لم أجد كلمة تدل على الايه؟ على زمن آخر، فنختار على حسب الايه؟ الزمن. طيب يا جماعة تعالوا نخش على مين؟ على الجملة الأمرية. الأول الجملة الأمرية دي في المباشر بتبقى مثبتة ومنفية. مثبتة بتبدأ بفعل في المصدر، ومنفية بتبدأ بضمت زائد المصدر. يبقى الجملة الأمرية أهو بص، بتبقى مثبتة بتبدأ فعل في المصدر أو always زائد المصدر. طب الجملة الأمرية المنفية بتبدأ بدونت زائد المصدر أو نيفر زائد المصدر، زي لما نقول لك دونت كام ليت، يعني لا تأتي إيه؟ لا تأتي متأخرا. بص بتبقى عبارة عن إيه بقى بعد ما بنحولها؟ بيبقى عندنا في مبلغ مخاطب وفعل قول ومخاطب، ونربط بتو أو نوت تو. يبقى الجملة الأمرية بنربط بإيه؟ لو حاجة حلوة بتو، لو حاجة مش حلوة نوت تو. بص كده، my teacher advised me، يعني مدرسي نصحني ايه؟ to make a study plan. ليه to make a study plan؟ لان عمل خطة المذاكرة ده حاجة جيدة. يبقى بنربط بتو لما يبقى شيئا جيدا، ونربط بنوت تو لما يبقى شيئا ايه؟ غير جيد. طب ما هي افعال القول في الجملة الامرية؟ وبالله عليك تحفظهم كويس. بص، امر يعني ordered، امر ordered، او امر instructed، instructed، او امر commanded، commanded، او طلب asked، asked، او ذكر reminded، reminded، شجع encouraged، encouraged، نصح advised، advised،
توقع expected expected هدد threatened threatened حذر warned warned دعا invited invited أراد wanted. ضف لهم بعد إذنك الفعل ده اللي هو إيه؟ told لأنه مهم جدا. خلاص؟ طيب المخاطب إما أن يكون اسم أو ضمير. إحنا قلنا الكلمة دي تكون ضمار المفعول لي أنا مي هو هم هي هير هو الغير العاقل إت نحن أص وهم زم وأنت إيه؟ أو أنتم يو. تعالوا نديكم إيه؟ نديكم أمثلة على الكلام ده. بص كده نوها سيد don't leave children alone عزة. يبقى نوها قالت لا تدعي الأطفال بمفردهم يا عزة. يبقى نوها أسكد عزة. شوف don't نحط مكانها إيه؟ not to. don't نحط مكانها not to leave the children alone. وخلي بالك من كلمة to أو not to بيجي بعدهم الفعل فين؟ بيجي بعديهم الفعل في المصدر. ما عدا الاثنين ده هم ركز عليهم قوي 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 قوي. الفعل suggested وrecommended. الفعل suggested يعني اقترح وrecommended يعني اوصى. على البلاطة ناشفين لوحديهم كده يجي بعدهم الفعل في ing. لكن لو جه بعدهم فاعل يا تختار المصدر يا تختار شو تزاد المصدر. تاني الفعل suggested وrecommended لو على الناشف ما جاش بعدهم حاجة كده تروح واخد الفعل في ing. جه بعدهم فاعل لو اخترت المصدر صح لو اخترت شد زاد المصدر صح حتى لو كان الفاعل مفرد. بص اهو علي suggested اهو suggested لو جاش بعدها حاجة spending فعل في ing بقى the week end on the farm. طب لو جه بعدهم ذات وفاعل نختار المصدر او شد زاد المصدر حتى لو كان الفعل مفرد. بص رودينا suggested that I space that book. يعني رودينا اقترحت ان انا اقرأ هذا الكتاب. هنا هندور على ايه؟ طالما ان suggest جي بعدها فعل اللي هو I هندور على المصدر او شو زائد المصدر وبالتالي ناخد رقم C. تعالوا بقى نشوفوا ايه شوية اسئلة كده على الجملة الامرية بس ندوها شوية عصير الاول. بص كده number one she warned her daughter يعني حذرت ابنتها near the campfire يعني النار موقد النار because it was dangerous. يبقى هي حذرت ابنتها ألا تقترب. يبقى not to go not hot to go. طب يلا يا جماعة number two أحمد the father advised him يعني نصحه the front door at night ألا يغلق الباب الأمامي سوري أن يغلق الباب الأمامي ليلا. يبقى إيه؟ يبقى to lock أهو. number three Sarah's mother warned her the oven because it was hot. يبقى أم سارة حذرتها ألا تلمس الفرن لأنه حار. يبقى not to touch لرقم A. I warned my daughter يعني أنا حذرت ابنتي to avoid walking in the streets alone. يبقى أنها تتجنب المشي في الشارع بمفردها ليلا. يبقى ايه يا جماعة I warned my daughter to avoid walking أن تتجنب اهو المشي. يبقى دي الإجابة الصحيحة وبقول اختار إجابة منه. طب تعالوا نشوف التانيين I warned my daughter to walk يعني أنا حذرت بالله عليك ابنتي أن تمشي in the dark في الظلام الشوارع المظلمة alone. لا طبعا ما ده مش راكب. I warned my daughter not to avoid ألا تتجنب walking in the dark streets alone. لا طبعا I warned my daughter not to walking ألا تمشي. برضه ده not to أصلا بيجي بعدها فعل فين في المصدر ودي في ING ودي كده مش مظبوطة. طيب number 5 بيقول he expects his son not to make friends with bad people يعني هو حذر ابنه ألا يصادق السيئون أو الناس السيئون. يبقى حذره يبقى warned. يلا يا جماعة mom warned me يعني أمي حذرتني play with matches نلعب بالكبريت ولا ألا ألعب بالكبريت ألا ألعب. يبقى not to. خلي بالك not to عاد قلت not لا اسمها not to. طيب يا جماعة I expect them to turn the music down as I was trying to sleep يعني بنقول يا جماعة أنا ها قلت لهم أنا طلبت منهم إن هم يخفضوا صوت الموسيقى لأنني كنت أحاول إن أنا إيه النام. يبقى هنا مفيش وحيدة لا تنفع إلا كلمة إيه told.
Number 8, the assistant told me for the shirt over there. يبقى الاسيستنت البائع طلب مني ان ندفع ثمن القميص هناك. يبقى يا جماعه ايه؟ يبقى هنقول تو بيج لان دي جمله امريه، فبنربط بتو زائد المصدر لو كان شيئا حسنا، ونوت تو لو كان امرا غير ايه؟ غير حسن. Number 9, the teacher told us to do the exercise number 4. This shows ده بيدل على ايه؟ المدرس طلب منا ان احنا نعمل التمرين رقم 4. يا جماعه هيبقى ريكويست، هو المدرس هيتحايل عليك عشان تعمل واجب؟ ولا نيجاتيف ادفايس نصيحه سلبيه؟ ولا بوزيتيف ادفايس نصيحه ايجابيه؟ لا طبعا ده اوردر، طلب. يلا يا جماعه. Number 10, my father encouraged me، يعني والدي شجعني. accept that bad offer، يبقى ايه؟ ألا أقبل هذا العرض السيء، يبقى not to accept اللي رقم دي. حبايبي ربنا يبارك فيكم ويفتح عليكم يا رب. اوعى تكتفي بالشرح اللي أنا قايله، على الرغم إنه مهم، وتقريبا يعني أنا غطيت يعني ما لا يقل عن 98% من النقاط الموجودين في الدرس. لكن اللي ثبت لك الدرس بعد ما تذاكر الورق اللي أنا سابه لك في صندوق الوصف، إنك أنت تروح رايح كده بقى على طول على كتاب المعاصر وتروح حل الأسئلة بتاعته. انت الاول، وبعدين هتلاقي لي عامل لك فيديو بنشرح لك فيه الاسئله بتاعت كتاب المعاصر، وكذلك كتاب جيم، وهتلاقيني عامل لك برضه فيديو بنشرح لك فيه الاسئله بتاعت كتاب جيم. وربنا يوفقكم ويفتح عليكم مغالق الفهم والحفظ، انه ولي ذلك والقادر عليه.